وجوزي راجل كبير طبعا وكده، فانا طبعا اعمل ايه اعمل ايه، فربنا كرمني واحد قال لي على طريق المشروع ده، ربنا كرمني وعملته. ازاي بقى؟ يعني عربيتك جبتيها منين وعملت الحاجات دي؟ لا النجار طبعا اللي عملها لي. النجار اللي عملها لي. وهنا مثلا جيتوا يعني بقى لكم فتره في المكان هنا ولا كنت في مكان بعدين جيتوا هنا؟ او هنا بقى لي 20 سنه. اشمعنى الشارع ده بقى يعني؟ لا مش الشارع ده، انا كنت في مكان، انا طبعا مكان ما بلاقي لهم بعيش بمشي عليه. يعني مش مكان معين، انا كنت الاول عند الاسم وكان بتوع الاسم كلهم بيساعدوني يعني وكده، من المامور لغايه الضابط لغايه رئيس المباحث. طب في حد قبل كده من السكان مثلا، السكان المنطقه دي مثلا اشتكى ان انتوا ليه هنا؟ بيعملوا ايه؟ بيردوا عليهم ازاي مثلا؟ بيشتكونا ويقولنا ما توقفوش في الشارع وتيجي البلديه تاخدنا وياخدونا وياخدوا العربيه ويكسروها ويعملوا محاضر وكده. طبعا احنا بنقاوم بقى، بنقف قدام الناس ونكلمها واقول لهم انا هجيب منين؟ يقولوا لي مرتب شهري عشان اصرف على عيالي. منين؟ عيالي بيتعلموا وهم ماشيين في طريق، يا يكملوا الطريق يا يوقفوا. وانا عايزه اعلم عيالي اهم حاجه عشان مش اللي انا شايفاه. لو مثلا حصل وجمعوا مثلا كل العربيات دي في منطقه معينه، مثلا كلهم بيبيعوا في حته معينه بدل ما هي مثلا في الشارع، ممكن توافقي على حاجه زي كده؟ شايفه ان دي حاجه ممكن تفيدك ولا لا؟ مش حكايه الوقفه هنا احسن، لان مش هنا ولا هناك. هنا وهنا اصلا المكان هنا ما ينفعش، لان عربيات رايحه جايه لازم العربيات، بس المكان يكون فيه رجل لان واقفين على العمال. بيضحك والتاني زعلان، انا شيخ فلتان، طيب شرير وجريء وجبان، اوقات مشرق واوقات بهتان، وساعات في الليل وساعات تعبان، مفتري جدا وكمان غلبان. للاسف الشديد يعني منقبات بيجيبوا لك اول نص اليوم وما اعرفش ليه بيختاروا اللون الاسود، وبيجيبوا لك حركه التواصل مع البني ادم، ان انا ابقى شايف بناها في وشك حتى وهي بتعبر عن الكلام اللي انت بتقوليه. هو معظم الناس بتحكم على الناس بالمنظر يعني 80%. لا وانا ضد النقاب تماما اصلا. I think that's the only way that you can judge somebody before you've met. A different culture. When somebody's completely veiled, it seems to me to be an invitation almost not to talk to me because I can't see their face. Okay. And difficult to interact with somebody when I can only see their eyes or not even their eyes. Okay. انا منى، امبارح وانا بعدي الشارع واحد طلع ايده من العربيه، مش بس كان عايز يلمسني ده جرجرني بطول الشارع، بس انا بقى ما سبتوش، جريت ورا العربيه ونطيت على الكبوت، جبته من شعره وصوتت وصرخت وجريته على الاسم.
يعني ايه يعني يبقى خارجه من الكوافير واحد يقعد يعاكسني يقول الكلام في منتهى قله الادب؟ طبعا اتعصبت وما قدرتش امسك نفسي، لفيت وبهدلته وزعقت زعيق ما كنتش مصدقه ان ده انا، وكل الشارع اتلم عليه وبهدلوه وخدوا لي حقي وزياده. بكره يفكر 100 مره قبل ما يعاكس حد تاني. ثلاث سنين علشان ما حدش وقفني، تمديت على بنت وتهجمت عليها، مستقبلها ضاع. ثلاث شهور انا ندمان، كان ممكن اكون السبب اني اذي بنت عاديه. انا بجد كده هفكر مليون مره. اصابه خطيره. 9 شهور 4 شهور 2 3 سنين 3 شهور إصابة خطيرة 9 شهور 4 شهور سنتين. إصابة خطيرة 4 شهور 2 سنتين إصابة خطيرة 3 سنين 9 شهور 4 شهور 2 سنتين